الأبطال. عدنا لكم أعزائي المشاهدين مع الفقرة المحببة للأطفال وهي فقرة العجلة الدوارة وصندوق الحظ، ونبدأ مع أول أميرة عندنا. تعالي يا آية. هاي آية، وريني حماسك، متحمسة؟ أيوة متحمسة. يلا أمسك المايك. متحمسة؟ أيوة. عارفة اللعبة كيف؟ شايف العجلة الدوارة، عندك أشياء تسويها، هنعد لما ثلاثة وتحركي، تمام؟ يلا عدي لما ثلاثة وحركي العجلة. واحد، اثنين، ثلاثة. أيوة. هاي إيش تبغي يطلع لك؟ إيش من لعبة تبغي؟ طلع لك صندوق الحظ، يعني تاخذي جائزه على طول، بس ما نبي نعطيك جائزه، لازم نسوي حاجه، ايش رايك؟ طب ايش تبغين نلعب معاك اليوم؟ نلعب لعبه السهم؟ تعرفي لها؟ نلعبها، يلا. شوفي عندك هنا ثلاث اسهم. وعندك هنا حترمي الهدف، تمام؟ يلا قربي قربي قربي. اعطيني المايك، تعالي ايوه. قربي، يلا امسكي، امسكي ثلاثه. يلا. قولي بسم الله وارمي اول واحده. بسم الله. قوة. مو مشكلة، الثانية فين ترمي فوق؟ يلا ما نعرف، ما تعرفي؟ لا طيب مو مشكلة، ناخذ الهدية على طول. يلا امسك المايك، ناخذ هدية. ها تعالي وقفي كذا عشان المشاهدين يشوفوك. شوفي هذه كاميرتك هنا، عندك هنا صندوق الحظ، عندك رقم 1 2 3 4 5 6، ايش تختاري؟ اختار. ها ايش تختاري؟ يلا ايش تختاري؟ خمسة. خمسة؟ ليش رقم خمسة؟ تحب رقم خمسة ولا تحب اللون هذا؟ البرتقالي نحبه. تحب البرتقالي؟ طيب يلا شوف ايش طلعت لك الهدية. اوه طلعت لك عروسة، تحبي العراوس ولا لا؟ أنا أحبها. تحبيها؟ طيب تعالي هنا، مبسوطة إنك طلعتي معانا؟ أيوة مبسوطة. يلا اجلسي، وناخذ ثاني أميرة معانا، تعالي يا لبنى. لبنى جاهزة معانا؟ حتلعبي؟ حتاخذي جائزة؟ أيوة. حتفوزي؟ ايوه. يلا عدي لما ثلاثة وحركي العجلة. يا سلام. ايش تتوقع يطلع لك؟ تبغي لعبة ولا هدية على طول؟ لعبة؟ طيب. جائزة فورية. بس ايش رايك؟ نقلد اصوات. لا 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 لا، تعالي تعالي وقفي هنا. انا تعالي وقفي كذا، شوفي هذه الكاميرا هنا. ايوه عشان هيك ارجعي ورا، ارجعي ورا، تعالي هنا وقفي. ايوه طالع هنا عند الكاميرا، امسك المايك. يلا قلدي لي خمسة اصوات حيوانات. واحد. يلا ثلاثة بس، سوينا لك خصم ثلاثة ولا ما في هدية. قولي اسم الحيوان وبعدين طلع صوته. قطة. يلا كيف صوت القطة؟ يلا طالع هنا هنا هنا، شوفي هنا. يلا ارفعي صوتك، ارفعي صوتك. يلا لا لا انت لازم عشان تاخذي الهديه. مياو مياو. طيب وثاني حيوان معانا، تعالي. يلا صوت العصفور كيف؟ الا كم تعرفي صوت العصفور؟ يلا صوت صوت العصفور. ايوه يلا عشان ناخذ جائزه. صوت الغنمه. ما تعرفي صوت الغنمه؟ يلا كيف صوت الغنمه؟ يلا شوفي هنا، شوفي هنا. ايوه يلا يلا، ما حاعطيكي جائزة. يلا يلا خلاص قلت. لا سمعيني ما سمعوكي، عيدي مرة ثانية. يلا. طيب باقي آخر حيوان معانا، ايش حتختاري؟ يلا صوت الدجاجة، كيف صوت الدجاجة؟ ولا صوت البطة؟ لا لازم. طب يلا اختاري انت. يلا بطة؟ لا لا. يلا قلت قبل شوي دجاجة؟ ايش؟ اللي قبله. عصفور؟ لا، قم بعد بعد العصافير والحمامات. ايش قبله؟ قلنا غنمة وسويت الغنمة. ايوه. خلاص نبي شيء ثاني. يلا صوت البقرة. لا لا. يلا ما في جائزة، يلا حيروح الوقت عليكي. واحد، اثنين. طيب يلا انت اختاري، قلنا لك البطة. يلا حعد لما ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة. يلا صوت البطة. بط. كيف؟ يلا صوت البطة. يلا حينتهي الوقت عليكي. خلاص ناخذ هدية. ما
ما تبغي، ما انت عارفه كيف صوت البطه. طيب تعالي امسكي المايك. شفتي صاحبتك ايش اختارت؟ اختارت رقم 5. باقي عندك 1 2 3 4 6، ايش حتختاري؟ ها ايش؟ 6. 6. ليش رقم 6؟ تحب الرقم ده؟ طيب نشوف ايش فيه. اوه طلعت لك لعبه حلوه، عجبتك؟ مبسوطه؟ وري المشاهدين ايش طلع لك، وريهم. مبسوطه؟ ايوه. يلا ارجعي مكانك وناخذ اخر اميره عندنا. تعالي يا رغد. ها يا رغد جاهزه؟ حتلعبي احسن من لبنى. يلا امسك المايك. يلا عارفه اللعبه كيف صح؟ عدي لما 3 وحركي العجله. 1 2 3. لفي كذا خليهم يشوفونك. ايوه. ها ايش بيطلع لك؟ ها يا رغد ايش حيطلع لك؟ طلع لك ايش؟ انشوده. يلا لازم تقولي لنا اغنيه او انشوده. تعالي وقفي هنا. ايوه يلا طالعي في الكاميرا حقك وغني. يا ليلي ويا ليلى بسكوت تشكي لك يما، وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي عمى، يحب كثير وطير الفو ويحب القدس والجناحي، ولادك العلي مخلوق من الصايم بجناحي. شاطرة. مين علمك هذه الأغنية؟ فين سمعتيها؟ في الحديقة. في الحديقة؟ طيب يلا تعالي، تعالي ناخذ هدية. تبغى هدية ولا ما تبغى هدية؟ هلا. أمسك المايك. متحمسة ولا ما أنت متحمسة؟ متحمسة. يلا وقفي هنا، أرفعي صوتك قولي متحمسة. متحمسة. طيب عارفة إيش باقي عندنا؟ 1 2 3 4، إيش حتختاري؟ 4. حتختاري 4؟ ليش رقم 4؟ تحب الرقم ذا ولا تحب اللون الأخضر؟ الأخضر. تحب اللون الأخضر؟ طيب نشوف إيش طلع لك. الله لعبة حلوة. مبسوطة باللعبة؟ أيوة. مبسوطة؟ أيوة. مبسوطة مرة؟ أيوة. طيب يلا رجعي. طيب أعزائي المشاهدين، بعد ما أنا لعبت مع الأميرات واستمتعنا، جاء دور فاطمة تلعب مع الأميرات. يلا يا فاطمة جاهزة؟ يلا. طيب أعزائي المشاهدين، كلنا شفنا سعيد لما لعب واستمتعنا معه، وجاء دوري ذا الحين ألعب مع أميراتنا الحلوات. نبدأ مع أول أميرة. تعالي يا رحمة. ها متحمسة يا رحمة ولا؟ أيوة متحمسة. أيوة. قولي متحمسة. متحمسة. شاطرة. عدي لك 2 3 ولفي العجلة. تمام. 1 2 3. أوقفي كده. أيوة بس نبغى لعبة حلوة. هاني بأحسن من سعيد. تمام. ها جاكي صندوق الحظ، بس احنا بنلعب صح؟ ايش رايك نلعب رمي الكرات؟ ولا تبين تغنين؟ ولا انت اختاري ايش تبين من هنا؟ اجازة فورية؟ لا لا ما في، نبي نسوي شيء. اشكال وصور نلعب؟ يعني حوريك صور واذا عرفتيها حناخذ هدية. اذا ما عرفتي ما راح ناخذ شيء. لا لا كله حتاخذي هدية، كله حتاخذي. تبي تنشدي؟ اخذ هدية؟ حتاخذي هدية. خليكي كده. طولي كده، اوقف كده. ايوه. يلا مستعدة نبدا اول صورة؟ ايوه. يلا 1 2 3. شجرة. حلو. سمكة. حلو. بيت. ساعة. يا آخر صورة معانا الحين عشان ناخد ايش؟ جايزة. ناخد ايش؟ جايزة. ايوة. حقيبة. حلو خلصنا. يلا جا دور ايش الحين؟ جا دور ايش؟ هدايا. الهدية. تعالي كده. ايوة عشان ماما تشوفك بعدين. شفتي زميلاتنا ايش اخذوا؟ ايوة. ايش اخذوا؟ عروسة. لا لا ايش اخذوا ارقام؟ 4 و5 و6. بقي 1 و2 و3، ايش راح تختاري؟ 1. يلا نقول 1 2 3. حلو. الله طلع لك مطبخ. تحبين المطبخ انت ولا؟ أيوة. تطبخين مع ماما؟ تساعدينا في ايش؟ في الرز. في الرز بس؟ طيب مبسوطة معنا ولا لا؟ ايوه مبسوطة. ايوه قولي مبسوطة. مبسوطة. شاطرة، احنا وكمان مبسوطين فيكي. يلا تعالي يا عبير. بتحبي
متحمسة يا عبير زي رحمة ولا؟ أيوة. بعدين أقرب شوية وقولي متحمسة. متحمسة. صوت عالي. متحمسة. أيوة يلا هقول واحد اثنين ثلاثة لفي. إيش تبي يطلع لك من هنا؟ أي حاجة. آه جاك زي صحبتنا، جازة فورية، لازم نلعب حاجة. رمي الكرة. رمي الكرات؟ حلو. حعطيكي ثلاثة محاولات، وإذا ما جبتيها صح ما رح ناخذ هدية. تمام. يلا. واحد، اثنين، ثلاثة، أبدأي. حلو. تمام. تستاهلين هدية ولا؟ تستاهلي. يلا ايش اخذ زميلاتنا؟ اخذ الواحد، الاربعة، الخمسة، الستة. باقي معانا اثنين وثلاثة. تعالي كده. ايوه امسك المايك كده في النص بس لا تحركينه. حتاخذ ايش من رقم؟ ثلاثة. ثلاثة. يلا نقول واحد. واحد، اثنين، ثلاثة. شاطرة. الله. طلع لك مطبخ زي صاحبتنا، وانت تساعدين امك ولا ما تساعدينها؟ نعم ايوه تساعدينها. فايش انت كمان؟ رز في كل حاجة. تمام مبسوطة معانا ولا لا؟ أيوة. هنا طول الجمهور يقول مبسوطة. أيوة ولا مبسوطة. شاطرة احنا كمان مبسوطين فيكي. بقي معانا آخر واحدة، آخر أميرة. تعالي يا ريان. ما نبغاك مستحية يا ليان. قربي قربي كده. طول امسكي. أيوة. متحمسة ولا لا؟ متحمسة. شاطرة. يلا واحد، اثنين، ثلاثة. ايش تبين يطلع لك انت؟ تبي تلعبي ولا تنشدي؟ تبي تلعبي. جاكي تقليد الاصوات. تعرفين لعبة تقليد الاصوات؟ لعبتها صاحبتنا قبل شوية. تمام عرفتيها. يلا ايش حتقلدين؟ طيب طولي هنا في الكاميرا عشان تقلدي. البسة؟ يلا قلدي. علي صوتك. صح صح علي صوتك. يلا ولا تبي تنشدي؟ نشودة. تبي نشودة؟ طيب يلا خليكي هنا على الكاميرا. ايوه يلا ابدأي نشدي. وطني وطني ما احيا وطني يمني انا هوا وهاكم ايدي يا شمساني هاكم ايدي يا عيباني مد الايدي يا اخواني تجري السعدة يا اخواني. الله هاد فيها في الطية. خليها معاكي فيها في الطية. مدرسة. المدرسة يعني انت شاطرة في المدرسة ولا من جنبها؟ شاطرة. يلا عشانك شاطرة جاء دورنا ناخذ ايش؟ ناخذ هدية. مش كده شوية معايا. ايوه بس خليك كده طلع الجمهور. ايش باقي معانا من رقم؟ اثنين. يلا نقول واحد، اثنين. شاطرة. عجبتك ولا ما عجبتك؟ عجبتني. مبسوطة معانا ولا لا؟ مبسوطة. ايوه علي صوتك. ايوه شاطرة. يلا شوف احنا مبسوطين فيك. طيب اعزائي المشاهدين انتهت هذه الفقرة، لكن لسه عندنا فقرات مرة كثيرة ومنوعة، لكن بعد هذا الفاصل انتظرونا.